مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. محلل يؤكد الآن وتحليلات مثيرة حول الرئيس بون والعمامرة وكشف خبايا لماذا لن يعود مع الرئيس بون ولماذا من أبواب أخرى في خطوة تاريخية ولم تكن متوقعة. بداية، عاد العديد من المحللين لخفايا إقالة الوزير السابق العمامرة، وعلى حسبهم بسبب اتضح الآن بعض أسباب الإقالة وتغييره في ذلك الوقت بالذات والنتائج المميزة التي عادت بعد تحرك الرئيس بون وتعديل الحكومة حينها، خصوصا نحو روسيا ثم الصين وبرمجة أمريكا ودول أوروبية وعربية، بكون العمامرة كان عليه خلاف من بعض الدول كانت تفضل العمل مع وزير آخر غير العمامرة وعلى رأسهم أمريكا التي كانت واضحة ارتياحها بعد إنهاء مهامه، إذ ربطت المحللون بكون العمامرة تعمد الرئيس بون تغييره قبل خرجاته الكثيرة وسفرياته للعديد من الدول، وعين وزيرا للخارجية ليس عليه أي خلاف ولم تعترض عليه ولم يكن له مشكل مع أي دولة، ناهيك عن إضافة صدم جديد بنكهة خاصة من الرئيس عبر وزير محنك وله تاريخ طويل والعلاقات الدولية وهو عبر وزير محنك وله تاريخ طويل في العلاقات الدولية وهو أحمد عطاف، مشيرين أن رضا كل الأطراف على أحمد عطاف وتحركته التي عادت بنتائج مميزة أكدت للجميع بأن خطوة الرئيس بون بتغييره للعمامرة كانت ذكية وموفقة وفي وقتها وهذا الأهم، وأن الأخير وفق عادة المحللين لا يعني أنه انتهى ولن يعود للساحة السياسية، لكن الأكيد حسبهم عودته لن تكون كوزير أو منصب آخر تحت إشراف الرئيس بون بل سيكون بعيدا، والرئيس بون يرفض إعادته حسبهم في أي حال من الأحوال، بل كما أشار مؤخرا لعودته من باب الأمم المتحدة في مهمة دولية سواء القضية الليبية والصحراوية وقضايا أخرى، وعودته تحت قيادة الرئيس بون باتت وفقهم مستحيلة خاصة مؤخرا بعد اتضاح أن تبون برمج العديد من الزيارات لعدة دول كبرى وأغلبيتهم وجهوا له دعوة، وحتى دعت بعض الدول للرئيس تبون ليجلب معه وزير الخارجية أحمد عطاف عند إقامة الزيارة. للعلم فإن عطاف على علاقة قوية بوزير خارجية أمريكا بلينكين، ومتميز لأنه على علاقة قوية أيضا مع وزير خارجية روسيا والصين ودول أخرى كثيرة، في حين ينتظر من خلال تحركته الكثيرة ربط علاقات قوية ومتينة مع رؤساء وملوك دول عدة، إذ يتحرك الرئيس بون وأحمد عطاف حاليا تحركات كثيرة ويزورون عدة دول ويقومون بعلاقات قوية، ويبدو أن الجزائر بدأت ترى النور والخير منذ ابتعادها من فرنسا في 3 سنوات الأخيرة، واستطاعت تكوين صداقات وعلاقات واستثمارات مع عدة دول كبرى وأصبحت تعمل بمبدأ رابح رابح عكس ما كان عليه الحال سابقا مع فرنسا التي كانت تخدم مصالحها وتنهب وتربح هي فقط. هشام عبود يتناقض مجددا ويعود باتهامات كثيرة لدى محمد غيدي، وأين الجنرال حاليا وهل تم سجنه فعلا ومحاكمته وماذا عن التهمة مع المغرب بالتفصيل؟ بداية، عاد الفتان المهرطق هشام عبود للواجهة بتصريحات ضد محمد غيدي والجيش الوطني الشعبي الجزائري ككل، محاولا تشويه الجيش الجزائري بأي طريقة مع تلميع جيش المخزن المغربي، إذ لا يختلف اثنان على أن هشام عبود عميل للمخزن وهو الذي يزور المغرب كثيرا، فكل مرة يحاول تشويه الجيش الجزائري وإثارة الفتنة بين الشعب والجيش إذ يتمنى الخراب والتوتر والخلاف في المؤسسة العسكرية حتى بالتدليس والإدعاءات الكذبة برعاية المخزن المغربي. هذه المرة هشام عبود حاول أن يهين الجيش الوطني الذي يعد قوة ضاربة وأقوى جيش في إفريقيا، وأخرس كل من يحاول ضرب استقرار الجزائر. أما العميل عبود حاول استصغار الجيش الوطني وتضخيم جيش المخزن المغربي عبر الإدعاء أن المغرب استطاع تجنيد الجنرال السابق محمد غيدي، وأن الجيش الجزائري اتهم محمد قايدي بالتخبر والعمل للمغرب. كما قال عبود أن استطاعة المغرب تجنيد محمد قايدي يعني أن جيش الجزائر مجرد فقاعة ولا شيء وسيء وغيرها من الأوصاف، فالأخير بخبطه يكذب كذبة ويبني عليها تحليلات من وحي خياله، فهو أصلا كذب بشأن قوله أن محمد قايدي تم حبسه وتم اتهامه من القضاء العسكري بالتعاون مع المغرب، وكذب أيضا بالإدعاء أن شنقريحة غلب منه وأن المغرب هو من فك الجيش الوطني، فالكذبات من هشام عبود يوميا ضد الجيش والرئيس بون وكل وزراءه، إذ يبدو أن مهمته هي إثارة البلبلة وتشتيت الشعب في مهمة وكلها له النظام المغربي، والأخير خان بلده بهذه الخرجات.
فمن قبل مع العمامرة ثم تبون وشنغريحة والجيش وكل شيء لم يسلم منه، وهو الذي يلمع محمد السادس وماكرون ويسود الوضع بالكذب والتلفيقات المستمرة. أما عن الجنرال محمد قايدي فأصلا هشام عبود تناقض في الفيديو الذي قال فيه وكان ادعى فيه أنه تم حبسه ومحاكمته وحتى إهانته من قبل الجيش والتعدي عليه، في حين أنه هو أصلا اعترف أنه من غير السهل معرفة ما يدور في الجيش الوطني الشعبي بين القيادات، وأصلا الجيش الوطني يعمل بمبدأ الكتم والحفاظ على الأسرار. ورغم كل محاولات هشام عبود والمخزن الكشف عن سر إنهاء مهام قايدي لا يعرفون أي شيء ولا حتى أين هو، وإن كان تم تعيينه في منصب مغاير أم لا، ليتضح أن الهدف الذي يسعون له هشام عبود والمخزن وغيرهم من العملاء هو محاولة ضرب استقرار الجزائر وتهييج الشعب لخلق الفوضى وخاصة تهييجه ضد الجيش. هشام عبود مستمر بنفس النهج في كل مرة ومرتاح، لأنه يعرف أن لا فرنسا ولا المغرب لن يسلموه للجزائر رغم كل الأحكام القضائية المحكوم عليه ضده، لأنه يخدم مصالح فرنسا والمغرب ويعبثون به كما يشاءون موجهين إياه ضد الجزائر. لكن قد يأتي اليوم الذي تحترق ورقته وينتهي منه ويرموه ليقع في قبضة العدالة الجزائرية ليحاسب على كل خياناته وعملته ضد وطنه الجزائر. أخبار اليوم: اختفاء الجنرال قايدي بين النظام المغربي وواقع الجزائر ولماذا يركزون عليه؟ وهذا التفسير الوحيد لإبعاده، وأين هو وكيف يحاول الاقتراب من الجيش؟ بداية، يركز الإعلام المغربي في الأيام الأخيرة كثيرا على الجنرال محمد قايدي رئيس المخابرات العربية الجزائرية ورئيس دائرة الاستعلام والأمن والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، إذ كان تم إنهاء مهامه دون أي تفاصيل أخرى، والآن النظام المغربي عاد مجددا لعادته القديمة، وحتى بعض عملائه من معارضين جزائريين في الخارج أمثال هشام عبود وطهراوي وغيرهم يركزون على الأخير في حملة متوازية بين الإعلام المغربي وأولئك المعارضين، والترويج لسيناريوهات كثيرة هدفها التشويش على الشعب الجزائري بادعاءات كثيرة عبر كل الروايات المتضاربة أصلا، ويعملون على استغلال شعبية محمد قايدي الذي كان التفت حوله الشعب الجزائري، وهو الذي كان يلقبه الشعب الجزائري حينها بالجنرال المنجل. فالسر وراء الإقالة يظل لغزا داخل الجيش الوطني لن يستطيع المخزن الاطلاع عليه ولا أولئك المعارضين، فمحمد قايدي إبعاده حسب المعطيات ليس له أي علاقة بالمغرب أو القضية الصحراوية أو ما يحدث إقليميا، إذ يعد من أسرار الدولة الجزائرية عند أصحابها وصعب تفسيرها. فطبعا هناك العديد من التساؤلات من طرف الشعب الجزائري، اتحد العديد من الأخبار السياسية بأهمية كبيرة من قبل العديد من المواطنين في الدولة، حيث أنها تؤثر على الحكم في الدولة، إضافة إلى دورها الكبير في التأثير على الوضع السياسي في الدولة. لهذا تساءل العديد من المواطنين حول السبب الذي دفعهم لتقديم الاستقالة، ويبدو أنه لا ولن تكون هناك إجابة، والسر والخطة لن يتم كشفها.